سلطانتي سنبل وينك انت لهلا؟ من الصبح بعثت لك 100 مرسال، رستم باشا ليش لهلا ما وصل؟ يا سلطانة والله انا غبت كل هالوقت مشان اعرف شو بدي جاوبك. وشو صار؟ كان لازم يوصل من زمان. سلطانة عم يقولوا انه في خونة نصبوا له فخ على الطريق، وقال حرقوا له العرباية باللي فيها وما طلع منها المخبر، واغلب الظن انه مات. هالحكي مو مقبول، مين بيتجرأ وبيهجم على واحد من البشوات؟ قالوا قطاعين طرق يا مولاي، بس جلالتك لا تقلق، أنا بعت فورا دورية على المكان ورح يجيبوا لعندك لهالخاين. سلطانة هلأ مو وقتك. مولاي عذرني يا مولاي، صحيح مثل ما عم بيقولوا انه رستم باشا ما تأكدنا لسه يا هويام، بس عرفنا انه هاجموه قطاع طرق. خير يا سنبل اغا، ليش وشك مصفر؟ شو زعلان على رستم؟ والله يلي ساوى هالشغله جاب البلا لحاله وما راح ينفد منا. مولاتي مستحيل تمرق هالموضوع بدون عقوبه مميته. الله يرحمه يا اغا، واللي بيجي هيك بيروح هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ممكن يعمل هيك؟ مين بيتجرأ يساوي هيك جريمة بحق صهرك وواحد من أهم بشواتك؟ طولي بالك يا سلطانة، اللي ساوى هالشي رح يتعاقب ورح ياخد جزاؤه. ما عندي شك بنوب لطفي باشا. أدخل. مولاي رستم، قالوا لي انه قطاعين الطرق تعرضوا لك. مزبوط يا مولاي، الله يرحم اللي راحوا. للأسف كثير من رجالي ماتوا حرق يا مولاي، وكتير منهم انقطعت رقابهم. وانت شلون نجيت يا باشا؟ هاي إرادة ربنا يا حضرة الوزير الأعظم لطفي باشا، رحمة ربك أنقذتني من الموت هالمرة كمان. طمني، انت صابك شيء أو انجرحت يا رستم باشا؟ نشكر الله يا مولاي، ولا نقطة دم نزلت مني. كنت عامل خطة أمنية خصوصي مشان الطريق لعنكن يا مولاي. أنا طلعت مع قافلة تانية والأولى مشت قدامنا بمسافة كتير منيحة، والخوني طبعا فكروا اني موجود بالعرباية الاولى. وقت نفذوا الكمين الفاشل انا غيرت طريقي فورا. السهر المناسب لمولاي هيك المفروض يكون سريع البديهة. خليك دايما بهالذكاء والحذر لانه كتير ضروري يا رستم باشا، وخلي الخاين اللي مفكر حاله ذكي يوقع بالفخ. Thank you.
جيرانا المعظم كرم علينا مثل العادة وأمر بختان لكل أولاد الفقرة اللي بعمر أمرائنا الصغار. الله يحفظك يا أهلينا. الحاضر يعلم الغايب، بعد ختان أمرائنا الصغار كريمة حضرة السلطان سليمان حضرة السلطانة مريم رح نحتفل بزواجها من والي ديار بكر رستم باشا، وهي دعوة للكل. عرس سلطانتنا مريم رح يكون 15 يوم و15 ليلة متواصلين. الاحتفالات رح تنتشر بكل العاصمة، الكل معزوم ليشاركنا، والحاضر فيكن يعلم الغايب. نورهان خانم كيف طالع؟ معقول عم تسألني يا باشا؟ ما شاء الله عليك. ادخل. حضرة الباشا، أحصانكم صار جاهز والكل بالقصر ناطرين تشريفكم. أنا جاي. من اليوم رح يتغير قدرنا يا نورهان، رح نغيره أنا وياكي. دايلنا يا أهالينا، الموجود هون يعلم الغايب. اليوم رح نعمل ختان لسمو الأمير جهانجير وللأمير بيزيد. مولانا المعظم سلطان سليمان أمر بهالمناسبة بأنه ينعمل ختان كمان لكل أولاد المحتاجين والفقرة يلي بعمر أمرانا الله يوفقهم. ما رح ألبسها، شو شايفني ولد قدامك؟ يا أميري، لا ما بيصير، الأصول بتقول لازم تلبسها، ما بيصير هيك. أيوة والله عن جد ما شاء الله كتير لابقت لك. سمو الأمير بيزيد، كتير لابقين لك هالتياب. سليم، سمو الأمير طول بالك، ما بيصير هيك يا أمير. مزبوط يا سليم، إنه نحن رح نتوجع كتير. هي أكيد طبعاً. لا تخاف يا أميري، بعدين أنا رح كون جنبكن ودير بالي عليكن كتير منيح. يلا يا أمراء، خلونا نروح لتريحوا جسمكن شوي. سمو الأمير، يلا سمو الأمير، يلا يلا. بتوقع الأسوأ يا سلطانة، لأنه رستم باشا أكيد رح يلبس جلد الأسد بعد هالزواج التاريخي. أي رمح رح ينفع مع درع مثل هاد؟ ما بعرف والله. معقول الوزير الأعظم عم بيقول هيك؟ شو نسيت إنه رستم باشا رح يكون تحت أمرك مثله مثل أي حدا بهالدولة العلية؟ وشو بيطلع أمري قدام أمر السلطانة هيام؟ هي الكل بالكل، أنا عبد مأمور. واضح إنه جرأتك قدامي صايرة أقوى من جرأتك قدام أعدائك يا لطفي. دستور، وصل حضرة الأمير مصطفى. أهلا وسهلا يا أميري. أهلا فيكي سلطانة. أهلا وسهلا ناهي الدوران باشا. أهلا وسهلا يا أمير، كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. سلطانة سلطانة، اتفضلوا لجوا.
مأمون أوغلو، نصوح أفندي، مولانا أمر بعقد اجتماع مستعجل للديوان. لسه في وقت يا باشا، أنت جاي بكير. اللي بيجي أبكر بيكسب، مو هيك يا نصوح أفندي؟ وإذا منحسب مكاسبك اللي جنيت لحد هاللحظة، بيطلع معنا إنه صار نومك قليل، أو يمكن ما عم بتنام أبداً. لو الباشا المقتول ما كان ينام، يمكن كان بيناتنا اليوم. واضح إنه الماضي دائماً بيقدم لنا دروس جديدة وعبر مفيدة، بس الإنسان قدره ينسى ويغفر أحياناً، وخصوصي إذا كان قوي وقادر. عم تخلط بيني وبين غيري، أنا ما نسيت أبداً أي شيء صار معي بالماضي، وما رح أنسى بحياتي. كيف كان طريقكم يا سمو الأمير؟ بصراحة رجلي كانوا عم بيرجعوني لورا يا باشا، بس ليك نصرنا هون ومجبورين إنه نحضر العرس. عرس شو هاد يا ابني؟ هاد مانو عرس، هاي رح تكون جنازة يا مصطفى. رستم وصل للي بده إياه، عمل يلي براسه أخيرا. شو بدي أقول، أنا انسحقت مثلكم كمان. رستم هاد مثل الخفاش اللي رح يبلش يمص دمنا بأول فرصة بتصح له. بس الديوان بإيدك يا لطفي باشا، حط إيدك بإيد خسروف وسليمان باشا ولا تتركوا له مجال ليتحرك. أنت لا تقلق منوب يا سمو الأمير، عيوني رح تبقى مفتوحة عليه. بصراحة اللي قلقني وضع مريم، لهلأ ما عم تفوت بعقلي كيف قبلت بهالزواج، ما بعرف. ما في شي ما بينعمل إذا بدي إياه يام يا مصطفى، هذا إثبات بحد ذاته. مزبوط، ليك رمت بنت على النار بإيديها. هلأ اللي صار صار، يلا صار الوقت، خلينا نجهز حالنا بلا ما نتأخر. مريم، ما شاء الله عليكي، طالعة مثل القمر حبيبتي. انت شو قصتك؟ مطوله بهالقصه؟ رح نخلص سلطانه، يلا استعجلي شوي. يبدو انه التحضيرات تعبتك كتير، هالشي واضح. بسيطه، الصعب خلصنا منه، طولي بالك عليهم شوي بس لحتى يخلصوا لك ثيابك. اليوم لازم تكوني كتير مميزه، بدي الناس كلها تضل تحكي بيوم عرسك. هذا مانو عرس يا سلطانة، هي اسمها جنازة، وهالفستان حيكون كفن مو أكتر. أيوة الله يخليك، لا توجع لي راسي، اسألني حزورة سهلة. عطول بدي إياك تكون قوي. قلت ثلاثة قديش؟ ها هلا هي صعبة يا زلمة، طيب رح حزرك حزورة كتير سهلة. ليك عواض، إذا بتسألني شي سؤال صعب رح أزعل منك كتير. ها لا هي سهلة كتير ورح تعرفها، أنا متأكد من هالشي. الحكيم رح يجي بعد شوي، لازم تكون قوي وما تخاف من شي. سليم انت ما لك علاقة فيني، بعدين انا مالي مثلك جبان. لا شو بندورة، الاحتفالات بدت يا سلطانة. طيب الولائم جاهزة والخدم رح يوزعوها على الفقرة ل15 يوم، يعني كل شي ماشي مثل ما أمرتينا بالضبط ومثل ما بدك يا سلطان. هدول الناس محتاجين كتير لأمثالك. سنان آغا بعتوله مكافأة عفيفة خانو، مهيك هو بيستحق مكافأة لأنه خلص بناء الجامع بوقت قصير. طمني ولا تاكلي هم سلطانة، ثم الآغا بذات نفسه سلموا إياها. كتير منيح، أنا طلبت تتسجل أسماء الناس المحتاجين ويتخصص مبلغ لكل واحد. لا تاكلي هم، هدول الناس اللي عم تحكي عنه نحن صرفنا لهم أموال. كل شي مثل ما بدك يا سلطانة، كمان أمننا لهدول الناس مكان للإقامة. سلطانة كل الناس عم يدعوا لحضرتكم. لا مو تفاهم، الله يوفقك عفيفة خانم. آمين آمين. طيب تعال نغير عن الفواكه ونحكي عن الفصول، شو رأيك؟ ليش في فصول أكتر من اللي أنت بتعملها فيني؟ حصرني شي فصل. طيب في فصل بيكونوا فيه العصافير دائماً عم يغنوا،
أهلا وسهلا فيكي سلطانة. شكرا كثير هيام. خبريني كيفن أولاد أخي؟ إن شاء الله كلهم بخير. الأمراء مبسوطين وكثير منيح. إيه أنت دائما بتخرب. إيه والله مزبوط مزبوط. سلطانة أهلا وسهلا فيكي، أنا كثير مبسوطة بجيتك. طبعا بدي أجي هيام. هدول الأولاد قطعة من روحي لأنهم من دم. أنا شاطر بالفواكه وأنت شاطر بالفصول. ناهي الدورة. طيب أنا حقلك الحزورة. فرحت كتير لأنه شفتك اليوم بعد زمان والله. يعني قصدك تقولي إنك مشتاقة تشوفيني؟ مولاي كل الموجودين لازم يعرفوا السلطانة مريم ذهب صافي وما بيتقدر بتمن، وهالذهب هاد رح حطه أمانة عندك، يعني أنت لازم تحط هالجوهرة جوات عيونك وترعاها. السلطانة مريم رح تكون عندي أغلى من روحي وحياتي يا مولاي، وما عندي أي هدف أو غاية غير أني يكون عند حسن ظنكن. كتير منيح لطفي باشا. أمركن يا مولاي. رستم باشا ما رح يصير صهري وزوج بنتي وبس، كمان رح يصير وزير قبة وبتعلن هذا الشيء بفرمان. أمركن يا مولاي، طلبكن رح يتنفذ فورا. رستم باشا من اليوم صرت وزير قبة، بتمنى أنك تكون قد هالحمل. هذا شرف لإلي يا مولاي، وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظن جلالتكن وما خيب أملكن. آمين. يا أولاد يا حلوين، شو جاهزين؟ بدي إياكم تفكروا منيح والشاطر بجاوب. تفضل يا كركوز عم يسمعوك. ما بتطلع برا بيتها وبتعيش جوات قشرة البندق، دمه أحمر وحليبه أبيض. سنين طويلة مرت بس في شغلات كتير ما تغيرت أبدا يا ناهي الدوران. شو ما حدا عرفها؟ فبنت عواز ما عرفتها؟ يلي ما تغير هو أنتي هيام. في نار عم تشتعل جواتك من أول يوم شفتك في هون، ولسه ما انطفت. نارك هي شعلانة بكل مكان، تحرق الأخضر واليابس وما بتترك شي بنوب. وهلأ ما صفي غير ولادك لتحرقيهم، رح تدمريها لمريم. أنا ما رح أتعلم الأمومة من وحدة مثلك أنتي. مثل ما بتعرفي عندي 5 أولاد، وأنا كل شي عم ساوي لهم إياه هلأ مشان حقق لهم الراحة والسعادة. ولازم تعرفي إنه هالقرار أنا أخذته لأحمي بنتي منكم ولحتى حقق لها السعادة. أي سعادة هي؟ بنتك مريم عم تتألم من الوجع اللي جواتها. إذا مزعوجة ومتضايقة كتير على الوجع اللي جواتها، أقل شي أظهري لها إنك سعيدة. شجعوا الصغار انه يصوموا. عرفت شلون؟ عرفت شلون سلطانة؟ ما فيهم يصوموا للمغرب، بيكون النهار طويل، فلذلك بشجعوهم. تعي فخرية، يعني لصلاة الظهر او لصلاة العصر بزبيد الكم. عرفت شلون علي يا كرم؟ عرفت شلون. مراسم حفل الطهور صارت جاهزة سلطانة، وبعتنا خبر لمولاي السلطان. كثير منيح، لكن خذوا الامراء وخليهم يرتاحوا شوي. بعدين بصيروا للمغرب يصوموا بدلنا مثلهم. هلا انت بتصوم عيوان؟ لكان طبعا انا بصوم. ما بتفطر ولا يوم؟ لا ما فطرت ولا يوم. شلون؟ ايه اصلا هلي بيفطر كل سبب الله بيحاسبه. ايه والله مزبوط. انت يا كركوز صمت كل رمضان؟ شو بدي فطرت شي يوم؟ شو يا ناهي الدوران تذكرتيها؟ بس انا شوفك كانت تخدمك من زمان. انا حابة اتشكرك لانه
مربيتيها أحسن ترباية، فخرية أحسن وأصدق جارية عندي هون. مريم، خفت عليكي، قالوا لي إنك مزعوجة ووضعك سيء. ومين اللي قال لك هالشي؟ مبين من عيونك مزعوجة، لأنه العشق بيحولنا لناس حزينين. قلبك عم يحترق مو هيك؟ الظاهر إنه قلبك أنت اللي عم يحترق من العشق. أنا إجيت لهون لشوف إذا بدك شي، وماني حابة زعلك بنوب. إن شاء الله تكوني سعيدة مع رستم باشا. آمين، بإذن الله رح كون مبسوطة كتير، لأني أنا موافقة على هذا الزواج. أول شي رفضت، بعدين لقيت إنه رستم باشا كتير مناسب إلي. بصراحة هو رجال قوي وذكي وعم يشغل منصب كبير، وهو بيعشقني مثل ما بتعرفوا، ولهيك مطمنة. شو نسيتي مأمون أغلو؟ قليلي. هو مثل النسمة، مأمون أغلو علاقة طفولة مرقت بحياتي وخلص راحت، وهلأ بدي أعتذر منك، بدي أحضر حالي مشان المساء. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. بيازيد طمني حبيبي، انت منيح؟ شكرا مولاي، انا كتير منيح. جهانجير، سمعت انك مالك خايف ابدا. جهانجير بطل واكيد ما رح يخاف ابنه. والله يا مصطفى ما بخاف من اي شيء وقت انت بتكون جنبي. سلطاناتي، الحكيم قرب يوصل، يا ريت لو تتفضلوا. تفضلوا، خلونا نطلع لبرا. ألف مبروك يا رستم باشا، صرت عضو بالديوان وحنشوفك عطول. شكرا لك سليمان باشا، المناصب والمراتب بتروح وبتجي، أهم شي خدمة مصلحة الدولة العالية. وصلت لمرتبة عالية بعمر كتير صغير يا باشا، وهالشي نادر إنه يصير. الله يوفقك وتقدر على هالمسؤولية. آمين، رح أنجح بعملي طالما في بجنبي ناس أصحاب خبرات وتجارب مثل أمثالكن يا باشاوات. خسروف باشا، لطفي باشا، يعني ما رح تباركولي بمنصب الجديد؟ نحن لازم نبارك للأملة، لأنه هي اللي جابتك على المكان، يعني حشرة صغيرة هالقد أدى أنقذتك. لطفي باشا كلامه صحيح، لو كنت أنا بمكانك أبدور عليها وبلاقيها مشان حطها تاج على راسي. انت مدين لهالحشرة يا رستم باشا. نحن ما فينا نعترض على حكمة وإرادة رب العالمين، يعني آلاف العساكر والأموال والأملاك ما قدرت تعمل اللي عملته هالحشرة. شوفوا وين صرت. Thank you.
القوة والشجاعة اللي شايفها بعيونكم ببشروا الدولة بمستقبل رائع. بيزيد وجيهانجير رح يصيروا هلأ رجال أبطال وأقوياء. يا حضرة الحكيم، لك بعد من طريقي. يا ربي دخيلك. وانت الثاني فورا قطع البصل، واذا ما بتقطعهم بسرعه رح زتك بالطنجره. شكري اغا، مولاي جاع كثير، ما خلصت طبخ. طول بالك علي. وين كبير الزواقين؟ حدا ينادي، روح نادي له بسرعه. يلا. والله بحياتي كلها ما شفت ابطا منك. القصر مليان عالم وحضرتك ما حضرت اكله لمولانا السلطان. خلصنا بقى يا بني ادم. الملوخيه جاهزه وشوربه اللوز صارت جاهزه. الحلويات لسه ما جهزت. يلعن، جيب لي الصينيه بسرعه لشوف. اعطيها، حطهم لشوف. الحمد لله، وأخيراً هالعرس رح يتم على خير بعد كل هالمشاكل اللي عشناها. الحمد والشكر إلك يا ربي إنه عرس السلطانة مريم رح يتم بعد كل شي صار. يا ربي يكون مولانا السلطان والسلطانة هيام راضين عن كل شي وما نكون قصرنا بأي شي. آمين آمين. سعي، ما قلت لي سمبول آغا حستي شو صار فيها؟ لسه ما وصلت. مرجان آغا على طول عم يلاحقني، ما عم يتركني بحالي هالجلعوت. استنى شوي لحتى يخلص العرس بعدين منتقاسمون أنا وأنت. يلا يلا بسرعة بسرعة لشوف. سلطانة، عم ينتظروك يا سلطانة. وأخيرا شفت ضحكته لمولاي السلطان، من وقت طويل ما شفته مبسوط لهالدرجة. بنشكر الله سمو الأمير، الكل مبسوط من شان عرس السلطانة مريم وظهور الأمراء، وإن شاء الله هالزواج يجيب الخير على دولتنا. الله يسمع منك مأمون أغلو، بس أنا حاسس أنه قرب رستم باشا لهي الدرجة من مولاي ما بيبشر بالخير. سمو الأمير ارتاح ولا تخاف منهم، يلي بيشوفه مولاي السلطان نحن ما بنشوفه. بإذن الله ما رح يصير إلا الخير. بعدين أنا موجود هون ومستحيل يقدر حدا يأذي مولاي أو أي حدا من الأسرة الحاكمة. ما تأكل هم، مولاي السلطان رح يكون بأمان طول ما في بجنبه ناس بتحبه مثلك. سمو الأمير، جاهزين يا فخرية؟ ايه جاهزين عفيفة خانم. انتي طالعة كتير حلوة يا سلطانة، ربي يحميكي من الحسد ومن عيون الناس ويكتب لك ايام حلوة مثلك. عفيفة خانم، الكل ناطرين حضرتك سلطانة بلا ما نتأخر عليهم. سلطانة، ما رح نطلع من هون قبل ما حضرتك تكوني جاهزة. يا بنات استنوا برا. ليش لسه واقفين؟ اطلعوا لبرا. عفيفة خانم، الكل يطلع. سلطانة، اوعك تقسي على حالك، ما تحبسي دموعك وتركيها تنزل. لا تخلي وجعك جوا قلبك حتى ما يعذبك. بكي لأنه دموعك بتريحك سلطانة. سمو الأمير مصطفى، تشريفكم اليوم على عرسي هو شرف كبير لألي. مريم،
مو بس أختي الوحيدة بهالدنيا، هي نور عيوني يا رستم، هي قطعة من روحي وقلبي مثل باقي إخواتي، وكل واحد بيحاول يستخدمها ليحقق مصالحه رح وقف بوشه. أنا بتفهم قلقكن يا سمو الأمير، بس بتمنى من حضرتكن لا تسمعوا الإشاعات يلي عم يحكوها، لأني أنا عبد مخلص لحضرة جنابكن وللسلالة، وإن شاء الله ما بخيب ظنكن فيني أبداً يا أمير. وهذا اللي بتمنى يا رستم، وبتمنى أنه يلي صار بالماضي ننسى كلنا، لأنه رح تصير صهر للسلالة، وهذا حلم أي شخص بالدولة. أعرف قيمة هالشي، وعيش حياتك واستمتع بالغنى والقوة اللي منحك ياهم مولانا. ما عرفاني كيف بدي أعيش معه. سلطانة، ما حدا منا قدر إنه يغير قدره المكتوب بهالدنيا. ما فيك توقفي بوش القدر حتى لو كنتي سلطانة السلطانات. هذا هو نصيبك ولازم ترضي فيه. شو هالقدر القاسي؟ أنا شو عملت؟ شو ذنبي؟ شو جريمتي؟ سلطانتي، لا تعترضي على قدرك أبداً. توكلي على الله وقبلي وارضي بالشي اللي كتب لك إياه، وقتها سبحانه رح يفتح لك أبواب السعادة ويعطيك أيام حلوة مثلك. بس إذا يا سلطان اعترضتي على قدرك ونصيبك، مستحيل تلاقي الراحة طول العمر. أنا رح أنطرك يا سلطان قدام الباب، بس حضرتك تجهزي أعطيني خبر حتى أروح. عفيفة خانم، جاهزة. حضرة السلطان سليمان المعظم. دستور حضرة السلطانة مريم، الله يهنيكي ويكتب لك أيام حلوة سلطانة. الله يعمي عنك عيون الحساد ويبعدهن عنك. سلطانة، ألف مبروك وإن شاء الله يكون هالزواج خير. الله يطول بعمرك وعمر أولادك ويعطيكم الصحة. آمين زينب خانة، أهلا وسهلا، انبسطت فيكي.
إلي شرف يا سلطانة. الناس عم تدعي لكم على كرمكم مع الفقرة. هيام كتير تجاوزت حدودها لتكون مفكرة حالة السلطانة الأم. هاد كله بسببنا ناهي الدوران، بسببي أنا وإنتي، وبسببك يا شهرزاد. إنتي ما وقفتي بوشها، ولهيك هيام قويت كتير وما تركت مكان لحدا بالحرم لك. أنا مالي ذنب بكل هالبلاوي اللي صارت. مزبوط، إنتي وصلتي لهدفك، ليكك أخدتي مكاني. بس انتبهي لأنه هاد المكان مو كتير آمن، وقولي لزوجك يكون واعي كتير لأنه بيقضوا عليه بليلة ما فيها ضوء قمر. يلي بيسمعك بيقول إنه خايف علي. لا تاكلي همي يا خديجة. سلطانة، الملامة والندم ما بيفيدونا بنوب. نحن لهلأ ما خسرنا، الديوان بإيدنا، ولازم نرجع الحرم لك بأسرع وقت ممكن. حضرة السلطانة مريم. مريم، أجمل وأرق سلطانة بهالدنيا. الإصلاحات اللي عملتها بالسنجق يا مصطفى بتدعو للإعجاب. كمان أنا سمعت إنه أهالي صاروهان كتير مبسوطين منك. أنا بيهمني يكون عند حسن ظن حضرتكم مولاي، وفي معلومات حابب إنه خبركم إياها بنفسي. ما في لزوم، لأنه كل خطوة عم تخطيها يا مصطفى عم توصلني. رستم باشا، مولاي. اجى الوقت يلي لازم تظهر فيه طاعتك. اذا قدرت انك توقف بوش غرورك وتشتغل لمصلحة دولتنا العلية وتخدم السلالة العثمانية الحاكمة بصدق واخلاص، فخنجري رح يحميك يا رستم ويدافع عنك. لكن بالوقت يلي بشوفك خرجت عن طاعتي ومشيت بطريق الخيانة والغرور، تأكد إنه هذا الخنجر راح يكون السبب بموتك. أنا روحي فداك يا مولاي، وإن شاء الله راح أكون عند حصن ظن جلالتك. Olsam gül dalında salınsam, duman olsam da başında savrulsam, kemer olsam yar beline sarılsam, aman ağlaya ağlaya ya. انا عن جد مو قدراني افهم كيف قدرت تساوي هيك ببنتها الوحيده. هي مو اول وحده بينكسر قلبها. مين منا كان عندها حق تختار؟ المرحوم والدنا السلطان والمرحومة السلطانة الأم زوجونا حتى بدون ما يهتموا لمشاعرنا. Ağlayım,
شمع سلايم أمان. أغلى يا أغلى يا يار يريم كان دولدو سياح تسلف هم بيانك آه استنى بن دولدو. أخي مصطفى رح يروح أخي محمد عالسنجق بعد العرس، خلينا نروح معه. رح تروح سليم بس بالوقت المناسب، خليك صبور. مولاي الأمير محمد صار شاب والحمد لله تربى أحسن تربية وتعلم أفضل تعليم، التجارب والخبرات اللي راح يكتسبها وقت يروح على السنجاق حتزيده قوة يا جلالة السلطان. وأنا ما عندي شك يا أبو سعود. إن شاء الله ألف مبروك يا رستم باشا، هلأ صرت صهر السلطان سليمان. شكرا خضر الدين باشا، هذا شرف كبير وإن شاء الله أكون قد هي المسؤولية. أنت شو رأيك يا بالي بيك؟ هلأ ما صار دورك؟ هالمواضيع اسمه ونصيب يا باشا، بس كمان الواحد ليتزوج لازم يحب، وزواج المصلحة نهايته معروفة. تابعوا يا بشوات. دستور حبيبتي مريم، يا ضحكتي ونور عيوني، سبحان الله الذي أبدع هذه الصورة وهذا الوجه، أنت ملاكي ونور عيوني ومهجة قلبي، ضحكتك سبب سعادتي وفرحي وأملي بهذه الدنيا يا مريم، أنت قمري بعتم هذا الليل الطويل وروحي ونفسي الذي آخذه، حتى عطر الربيع وورده يغارون من سحرك وجمال وجهك. بارك الله بك وكتب لك أياما جميلة وأسعدك يا حبيبتي. خير يا بالي بيك؟ كأني حاسك مزعوج. ما في شي بس عم شم شوية هوا. إذا كان هذا الزواج هو سبب انزعاجك فأنا ما فيني ساوي لك شي بنوب، واعتبارا من هذا اليوم أنا رح صير قريب من مولانا مثلك بالضبط، ولازم تتعود على هذا الشي. وبما أنك مقاتل وقائد عسكري المفروض ترجع لمكانك بين العسكر. أنا هون بناء على أوامر مولانا السلطان، طالما هو بده ياني جنبه بالقصر فما في قوة بالعالم بتقدر تبعدني عنه يا باشا.
حسب ما أمر به الله تعالى وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبوجود الشهود الكرام بعد نطقهم بالشهادة، وكيل حضرة السلطان سليمان، هل تقبل بتزويج كريمة السلطان سليمان السلطانة مريم لرستم باشا ابن عبد الرحمن على مؤجل قدره 100,000 ليرة ذهبية ومهر معجل عند الطلب؟ هل تقبل بتزويجهما على سنة الله ورسوله؟ أقبل. هل تقبل بهذا الزواج؟ أقبل. هل تقبل بهذا الزواج؟ أقبل. حسب ما أمر به الله تعالى وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبوجود الشهود الكرام بعد نطقهم بالشهادة، وكيل رستم باشا بن عبد الرحمن، هل تقبل بزواج رستم باشا من السلطانة مريم كريمة حضرة السلطان سليمان على سنة الله ورسوله؟ أقبل. هل تقبل؟ أقبل. هل تقبل؟ أقبل. وأنا أيضا وبحضور الشهود فإني أصدق عقد النكاح هذا على سنة الله ورسوله. سلطانة، أنا مريم البنت الوحيدة لسلطان العالم السلطان سليمان والسلطانة هيام. أنا اللي أخذت عن أبي القوة والأصالة، وأخذت من أمي الجمال والذكاء والجرأة. أنا سلطانة الشمس والقمر مريم. أنا مريم ولدت بسنة 1522. هداك اليوم ما كان يوم حلو بالقصر، بالعكس كان بشع وحزين، وخصوصا للسلطانة هيام لأن ما ولدت صبي. اجتك بنت حلوة مثل القمر يا سلطانة. من قواعد الحرم لك، إذا السلطانة ما بتجيب صبي معناها ما في حكم، ما بينحسب لك حساب، وبتضيعي وبتنسي بين حيطان الحرم لك. أما إذا كان المولود صبي فبتتفوقي على منافسينك كلهم وبتقهريهم. ولهالشي ما كانت مرغوبة بهداك اليوم، كانت أمي بدها تصير شريكة بالسلطة والقوة، بس أنا ما زعلت منها وبتفهم تصرفها تماماً مثل اليوم. أنا مريم كل أحلامي ورغباتي مجابة وكل أوامري مطاعة، حلوة وذكية وأقوى سلطانة بالعالم كله. أنا مريم. أنا مريم كنت بحلم يكون هالعرس الكبير مع شخص تاني، بس هلأ تحول لجنازة بالنسبة لي. الآلة والألماس والزينة والفساتين تحولت كلها لكفن. زوجوني لرستم باشا وأنا عمري 17 سنة. السلطانة قالت إنها اضطرت تعمل هيك مشان مستقبل إخواتي. عن جد هالشي بضحك. من سنين كانت حزينة لأني ما كنت صبي، وهلأ هي بحاجتي لحماية الأمراء. عن جد شي غريب.
السلطانة، من سنين وأنا عم أنتظر هي اللحظة وعم أحلم فيها. بتعرفي قد ما الواحد حلم بحياته مو ممكن يقدر يحلم بشيء أكتر من هيك أبداً. بشكر ربي بكل لحظة لأنه بالأخير حقق لي حلمي. بتتذكري شو كنت تقولي لي يا سلطانة؟ لا تحاول يا باشا، أنا مستحيل فكر أتزوجك. رغم هيك أنا ما تخليت عن حلمي وما يئست أبداً، مع أنه أنت ما كنت بتعرفي شعوري تجاهك، بس اليوم أكيد رح تعرفي. هذا سم يا سلطانة ومفعوله قوي كتير، بكفي شرب كم نقطة منه لحتى يوقف القلب. كلمة واحدة بتقول إياه ممكن يوقف قلبي ويوقع من مكانه. أنا مستعد أقدم روحي كرمالك يا سلطانة، ما بدي لا مال ولا ملك ولا جاه ولا أي شيء، بكفي إنك تطلبي وأنا بقتل حالي قدامك فورا. أنا مريم، البنت الوحيدة والجوهرة النادرة للسلطان سليمان والسلطانة هيام. أيام العشق والبراءة خلص انتهوا، أنا هلأ كبرت 1000 سنة بيوم واحد. أنا مريم من اليوم ورايح ما عاد في شي يهمني، أنا خلص انطفيت حتى لو كانت النار جعلانة جواتي. الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أنت اسمك عائشة، اسمك عائشة، اسمك عائشة. تبارك الله فيما خلق.
الله يخليك تجي نور. عندي ولاد صغار بالبيت. وقفوا يا أغوات وقفوا، ليش هيك عم تعملوا؟ اتركوهم، اترجاكم شي اللي عم يصير. أغا أغا ليش هيك عم تعملوا؟ وهدول البنات لوين أخدينهم؟ شي اللي عم يصير فهمني بس. ما بدي اسمع ولا كلمة، يلا جيبوهم. يا أغا الله يخليك. حضرة الوزير الأول، احكي. مثل ما أمرتوا داهمنا الحانات وجمعنا البنات يلي بيشتغلوا ببيوت الدعارة. وجمعتوهم كلهم مع بياناتهم؟ مسكنا 10 يا لطفي باشا من 3 حانات وبيتين دعارة، وختمناهم بالشمع الأحمر. ايه منيح. تاخدون لعند القاضي لحتى يحاكمون، وبتنفوا البنات الأجنبيات على جزيرة ليمني مشان يرجعوا للطريق الصحيح. أنا من اليوم ورايح ما رح أسمح بوجود هيك بنات ولا أماكن للفسق بإذن الله. مولاي، هذا المكتوب وصلنا من ملكة المجر السنيورة إيزابيل. مولاي، جلالتكم بتعرفوا إنه ملك المجر زابوليو انتقل لرحمة ربه السنة الماضية. الله يغفر له ذنوبه ويجعل مسواه الجنة. ومن وقتها يا مولاي الملك فرديناند عم يستغل موت زابوليو ويهدد الملكة إيزابيل، وطلب منها تسلمه عرش مملكة المجر مقابل اعترافه بابنها الرضيع يلي عمره كم شهر. أكيد وصلكم خبر إنه الملك زابوليو وقع اتفاقية مع الملك فرديناند قبل ما يموت، وبموجبة رح يعترفوا فيه كملك للمجر، وإذا ما ترك وريث للحكم رح يتم إلحاق بلده النمسا بهابسبورغ يا جلالة السلطان. أساساً لهذا السبب تزوج الملكة إيزابيل حتى يسكت نبلاء المجر المتمردين. هذا يلي اسمه فرديناند احتل قلاع واتش وفيشيغراد وستولني يا جلالة السلطان وغيره من القلاع، وهلأ فرديناند بعت لنا سفير اسمه لاسكي. أنا لساتني ما شفته وحكيت معه. السفير يا مولاي لساته عم ينطر مقابلتنا. وهنن شو اقتراحهم؟ عم يوعدنا بأنه رح تستمر المجر بدفع الجزية والضرائب يلي كانت أيام زابوليو، وهذا الشيء مقابل شرط وحيد يا مولاي السلطان، وهو أنه نترك لهم إدارة المجر. شو هالوقاحة هي؟ عم بيوقعوا اتفاقية ويبعتوا لنا سفير وهنن رح يضموا المجر لسلالة هابسبورغ؟ شو هالشرقة؟ الاتفاقية بين فرديناند وزابوليو ملغات من اليوم. أمرك يا مولاي. الملكة إيزابيل عندها رغبة بأنه ابنها يتولى أمور مملكتهم، بس الولد لساته صغير يا مولاي. بعدين كيف بدنا نوثق فيهم ونحن مو متأكدين أنه هو ابن زابوليو؟ مولاي، بعد إذن حضرتكم أنا بشوف ندرس الموضوع بعناية. شو اقتراحك يا باشا؟ أنا بشوف نبعت شخص موثوق وصاحب خبرة يتأكد من موضوع الولد. خلينا نتحقق إذا كلام الملكة مزبوطه وأنه هذا الولد هو ابن زابوليو ولا لا. موافق يا باشا. لطفي باشا، بعت الشاويش علي لعندهم، هو أفضل شخص رح يقوم بهاي المهمة، خليه يعرف الحقيقة ويبلغني فيها فورا. تحت أمركم مولاي السلطان، أنا رح أبعته فورا. أمي مو فهمانة ليش حليبي ما عم يكفيها. مريم حبيبتي، وقفي، أعطيني إياها. بسم الله يا قلبي. تمام تمام. مريم اطمني، أنا حكيت مع الحكمة، عطوني علاج فعال وإن شاء الله رح يجيب نتائج خلال أسبوع. الشراب اللي وصيتكن عليه جبتوه ولا لسه؟ شكري آغا حضره بإيده يا سلطانة. سلطانة، مرضات السلطانة عائشة صارت هون وعم تستنى أمركن لحتى تفوت. إن شاء الله تكون منيحة فوتيها. سلطانة، إن شاء الله بتربى بعز إمها وأبوها. آمين. أنت شو اسمك يا خانو؟ أمينة يا سلطانة. نورهان، فهمتوها طبعاً الأصول والقواعد المتبعة، ما هيك؟ سلطانة كوني مطمنة، أنا فهمت على كل شيء وإن شاء الله حتكون عند حسن ظنكم.
انتبهي. من شوي رضعتها، هلأ ما أنا جوعاني، بس حليبي ما عم يكفيها. رح تبقي هون بالليل وبنهار، وأوعك تشيلي عينك عنا أو تغفلي، وأهم شي تديري بالك منيح على أكلها ونظافتها. أمرك فوق راسي سلطانة. نوران، خصصوا لها أوضة قريبة. الأوضة جاهزة يا سلطانة. تعالي يا خانم. سلطانة، سلطانة. كنتي بأوقات كتيرة تعصبي وتتضايقي لأنه ما أتركك بحالك، بس الأمومة مثل مشايفة مانا سهلة. إن شاء الله يكون نومك خفيف يا خانو. خفيف كتير نورهان خانو. كتير منيح. أوعى تنسي اللي قالته السلطانة، على الأقل لازم ترضعيها مرتين بالليل. هون حتنامي. موضوع المجر مهم يا باشا، لازم تنتبهوا كتير منيح. لا تقلق نوب يا مولاي، هالأمر رح تابعه بنفسي. اليوم خبرتني مريم انه عم تشتغل لوش الصبح يا رستم باشا. بنهار عم انتهز اي فرصة حتى روح شوف السلطانة. سلطانة ولداني جديد ومالي قلب اتركها لحالها. ابدا ما لازم تهملها يا باشا. مريم كيف وضعها يا هيام؟ ان شاء الله صحتها منيحة. طمن انا عم زورها عطول يا سليمان، ان شاء الله بعد اسبوع بتتحسن. ورستم باشا مو مقصر مع بنوب، اثبت انه مو بس رجل دولة ناجح، كمان هو زوج وأب كتير حنون يا جلالة السلطان. هذا من لطفك مولاتي السلطانة. إن شاء الله. مولاي اعذرني، يمكن هلأ مو وقته، بس في موضوع تاني لازم حضرتكم تعرفوه. قول. وصلتني أخبار إنه ابنكم سموه الأمير مصطفى الله يطول بعمره راح بنفسه تفقد الجيش، وحسب ما عم يقولوا إنه موزع عليهم مصاري ومكافآت كبيرة. والله يا سلطانة، هذا رستم أخذ موقعه بالديوان. اتصور اليوم تجرأ أنه يقطع حديثي وبكل وقاحة. عم يعمل أي شيء مشان ينال رضا مولانا، وهالشي واضح للكل بالديوان. والمشكلة أنه مولاي السلطان مسده وما عم يقدر يشوف وش الحقيقي. هي محبكة الأمور بطريقة خلته يغمض عيونه وما يشوف شيء. موضوع السنجق كتير مهم يا باشا، أنت لازم تحكي فيه مرة تانية. سلطانة، أنا رح أحكي فيه بأقرب وقت، بس السلطانة هيام مستحيل إنه توافق بسهولة، وقتها مولاي صعب يقتنع بالموضوع. إذا محمد راح على السنجق أكيد هيام رح تروح معه. ضروري تقنعه يا باشا. أمير عمره 20 سنة، شو عم بيساوي بقصر العرش؟ أنت بتعرفي سلطانة إنه هيام مرة قوية ومو سهلة، مو هيك سلطانة؟ وشو مناسبة هذا الشيء؟ سمو الأمير مصطفى عم يزور الجيش على طول يا مولاي، والزيارة الأخيرة كانت بمناسبة ولادة أخت حضرته السلطانة مريم. وين المشكلة يا باشا؟ سمو الأمير مو من حقه يوزع مصاري مشان بنت أخته؟ أنا مستحيل شك بحسن نية سمو الأمير ومحبته للسلطانة مريم، بس بعمرها ما صارت إنه أمير يوزع مصاري على العسكر تبعه بمناسبة مثل هي يا سلطانة. واضح انك عم تكبر الموضوع يا باشا، من الضروري سمو الامير يستغل كل فرصه حتى يزور العساكر ويقوي علاقته معهم، ما هيك؟ اعذريني يا سلطانه، بس هالتصرف ما بيليق باميرنا، وبعدين انا من واجبي كشخص بتهمه مصلحه السلاله خبر مولاي بهيك حدث مهم. مولاي اذا بتسمح لي جلالتك، السلطانه مريم عم تنطرني. فيك تمشي. Thank you.
سليمان الموضوع ما بيستاهل تنزعج لهالدرجة. ببساطة سمو الأمير مصطفى حب إنه يعبر عن فرحته بولادة أخته. مين انت يا مرة؟ فريال الخانو. مولاي صباحكم مبارك بإذن الله. صباح النور يا باشا. مولاي بناء على أوامركم بعثت رسالة للملكة إيزابيل، وبعثت كمان فرمان لفيرديناند وقلت له أنه جلالتكم تأمروا أنه يتولى شؤون مملكة المجر الملكة إيزابيل ومطران فاردين أوتيا شينوفيتش مارتينوزي، وهذا الفرمان غير قابل للنقاش أبدا. منيح، خبرني شو بيصير خطوة بخطوة، وإذا ما في شي تاني فيك تروح. في موضوع تاني مولاي حابب إني أطلعكن عليه. أنت شو عم تعملي هون يا خانو؟ قومي تعالي. شو صاير معك؟ والله مو عرفانة شو بدي أقول يا نصوح أفندي. جيت لهون من كم يوم. جيتي لحالك؟ ليش وين بنتك؟ ما لقيتها يا نصوح أفندي، مع أني رحت على المكان اللي قلت لي عنه بس ما لقيتها. تقول كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. لا بنتي موجودة ولا عائلة الباشا. الله يصبرك. وليش ما رجعتي لهون فورا؟ قلت بدور عليها شوي، دورت بس كله على الفاضي، ولما خلصوا المصاري اللي معي ما قدرت اتحمل ورجعت. لأنه المنكوب ما في شي المنكوب يا خانم. فريال خانم، شوف حالتي يا نصوح أفندي. ليك شو عملوا فيني؟ كله طبعا بسببهم، بسبب السلطانة هيام وهداك الوحش رستم باشا. دمروا لي كل حياتي وسرقوا مني بنتي. لو ما جيتي لهون يا فريال خانو، لو رحتي على بلدك، انت وحدة ذكية وفهمانة كتير، كنت لقيت طريقة تعيشي منها وتمشي حالك. انت هيك رأيك نصوح أفندي؟ أنا بعرف دبر حالي خلاص. قومي تعالي معي، لازم نلاقي لك مكان لحتى تسكني فيه، وبعدين منشوف شو منساوي. مولاي سمو الأمير محمد كل ما صارت له فرصة عم يجي لعندي وعم يحاول يحكي معي بشغلات إلى علاقة بشؤون الدولة. طبعا لازم إنه يهتم، ما في شك، بس سمو الأمير دائما عم يسأل إمتى بصير الوقت المناسب حتى يروح على السنجاق، وأنا عم قل له طول بالك. اغفروا لي جلالتكم إذا كنت عم اتجاوز حدودي، بس أنا كل همي هلأ هو سمو الأمير. هو حزين كتير وعم يظن كمان إنه جلالتكم ما بتوثقوا فيه أبدا. وأنت بتظن هيك يا باشا؟
محمد قطع من روحي، كيف يعني ما بوثق فيه؟ أكيد يا مولاي أكيد، بس بتعرفوا سمو الأمير صار عمره 20 سنة وما رح يقتنع شو ما قلت له، دمه عم يغلي غلي، بتعرف صعب السيطرة عليه، بعدين أنا خايف إنه تتحطم طموحاته، والحقيقة أنا برأيي صار بعمر مناسب ليروح على السنجاق. مولاي رستم باشا وصل. خليه يجي. مولاي اغفر لي إذا سببت لك إزعاج. لا ما في إزعاج يا باشا، كنا عم نتحدث أنا ولطفي باشا، عم بيقول إنه هلأ صار الوقت المناسب لحتى محمد يروح على السنجق، أنت شو رأيك؟ يلي جلالتكم بتلاقوه مناسب يا مولاي، بس هذا قرار كتير مهم ولازم نفكر بالموضوع من كل جوانبه. مبسوطة من المرضعة؟ عم تشبع منها مزبوط؟ أخيراً، مبارح المسا ما بكيت، هالخانون لطيفة وحنونة وعائشة مبسوطة معه. شكر إلك يا رب. خير أمي أنت منيحة؟ حاسة كأنك مزعوجة. مصطفى أخوك المحترم عم بيتصرف من جديد على كيفه، وأبوك انزعج منه. ليش شو عمل؟ أعماله بالحقيقة أنا بقدرها لأنه عاقل، دائماً بيوزع مصاري وبيهتم بالجيوش الانكشارية مشان يكسب محبتهم عطول. لطفي باشا ليش لساته ما إجا؟ بتظني قال له لمولاي؟ على طول عم بيضله مشغول، عم يشتغل بالديوان وما عم يجي لهون لنص الليل. بظن لو في خبر كويس كان وصلنا إياه بأي طريقة. أكيد لطفي باشا ما قدر يقنعه لجلالة السلطان. تعال مرجان آغا. سلطانة؟ ليش ما أجا الباشا لهلأ؟ الباشا طلع من القصر قبل شوي يا سلطانة. بعتذر، أنا ما قدرت أعرف بالضبط لوين راح الباشا. سلطانة، في عندك ضيف برا. مين هالضيف؟ فريال خانو؟ ما بظن إنه مصطفى ممكن يساوي هيك شيء، أنا متأكدة يا أمي. ليش لحتى ما يساوي هيك شيء؟ لا تنسي إنه ابنة لناهي الدوران، وأنتي بتعرفي هاي المرة مليانة بالكره وحقودة، يعني احتمال تخربط له عقله. التفكير بهالموضوع ما عم بيخليني نام. أنا خايفة على السلطان كتير ومشغول بالي، خايفة يساوي له شي شغلة أو يأذوه لا سمح الله، وقتها ما رح يطلع بإيدنا نعمل شيء، رح نضل لوحدنا. ما في حدا بصفنا غير رستم باشا، وبالنسبة لباقي البشوات كلهم واقفين بصف الأمير. أمي اهدي ولا تفكري بهاي الشغلات لأن ما أنا موجودة. كيف بدي اهدى؟ قليلي يا مريم، عم توصلني أخبار مو منيحة، ما بتطمن بنوب. سلطانة، في موضوع كتير مهم ولازم تعرفي فيه. خير إن شاء الله. فكرناك رجعتي على بلدك يا فريال. رحت يا سلطانة، بس ما قدرت عيش هونيك بنوب، ما قدرت. أنا حابة أبقى هون على طول، هونيك ما في حدا بيعرفني أبدا. طيب هلأ أنت منيحة؟ فريال عندك مكان تسكني فيه؟ الله يحفظه نصوح أفندي، لأنه هو عمل لي بيت عيش فيه، بس مو حابة يكون عبء عليه. ليش رجعتي فريال؟ رجعتك لهون إلى هدف مو هيك؟ أكيد في شي براسك مزبوط؟
إذا بدك ترجعي لعندي فهذا مستحيل ولا تفكري فيه. يعني الكل رح يعرفوا وأنا وقتها ما فيني برر لمولاي أبداً. ما بدي أزعجكم يا سلطانة، صدقيني ما عندي هيك نية أبداً، ما بدي من حضرتكم غير شغلة صغيرة. سلطانة، فريال خانو معروف ليش إجت لهون، بدها مصاري منكم. لا مو هيك يا مرجان أغا، من اليوم المصاري والذهب ما عاد ينفعوني بشي. شو اللي جابك لهون؟ قولي فريال. إذا بتساعدوني رح أحكي كل شي يا سلطانة. أحكي اللي عندك يا فريال، بعدين منشوف إذا رح نساعدك بعد ما نسمع كل شي. شو هاد يلي عم تقوله يا رستم؟ هالشي مستحيل، مولاي ما بترك القرار للطفي باشا، ما بصدق هالشي. سمعت بإذني وقت مولاي خبره للباشا، اقترحت على مولاي يفكر قبل ما يقرر، لكن عبس يا مولاتي. أنا بعتذر منك بس الأمراء الثلاثة رح يغادروا هذا القصر. أمي أكيد هاليوم رح يجي وما فيك تعرضي هالشي. أكيد يا مريم بعرف هالشي، بس لازم تعرفي أني ما بسمح أبداً يتعلق مصير ولادي الثلاثة بإيدين السلطانة شهرزاد ولطفي باشا. رستم باشا تعال معي. وقفوا لشوف على حيلكم، يلا بسرعة ما تخلوا حدا يطلع. خير؟ شوفي شوفي يا أغا، خبرني ليه جايين لهون. يورجي هذا أنت؟ إيه أنا. أنت مين؟ اعذرني ما عرفتك. أنا بكون حضرة الوزير الأول بالدولة العثمانية العلية، وهذا المكان يلي عم بتروج فيه للفسق، وهالشي حرام، ولازم تعرف انه ما بسمح يصير هذا الشي المعيب بدولتنا، عم تفهم؟ هذا كسب حرام. بعدين انا كم مرة صرت منبهك بس الظاهر انه الكلام عم يفوت من هاي الاذن وعم يطلع من التانية، مع انه نحن سكرنا المحل بالشمع الاحمر، كسرتوا له الختم ورجعتوا فتحتوا له هيك اعمال. والله العظيم يا باشا نحن سكرنا الغرف تبع البنات، يعني هنن بس عم يرقصوا وعم يتسلوا صدقني، وبهذا المكان ما في اي شيء مخبى ومستور. صدقني يا حضرة الوزير الأعظم. خلاص وروح قول هذا الكلام لحدا غيري. اختموا المحل بالشمع الأحمر واحبس الكل، خاصة هالحقير يورجي. بترجاك يا باشا. اللهم اجعلني من الصابرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الموضوع مستحيل يصير يا سلطانة، فكري منيح، لأنه نحن أكيد ما فينا نوقف بوش هذا القرار. شو بعمل لكان؟ يعني بدك يعني اسمح لهم ياخذوا الأمراء مني؟ وقتها ما بيضل إلي مكان هون، وأصلاً هذا اللي بدهم إياه، ما رح أعطيهم هالفرصة. المجر وضع سيء يا سلطانة والحرب قربت، بهي الحالة أنا بعتقد مستحيل إنهم يبعتوا الأمراء على السنجق. كوني مرتاحة ومطمنة. ما فيني أعتمد على الحظ بهيك موضوع، وبأقرب وقت لازم لاقي الحل. سلطانة، حضرة الباشا إجا موعد رضاعة السلطانة الصغيرة عائشة. فوتي لعندها. رستم باشا رح فكر بهالموضوع ولاقي حل بأقرب وقت. روح قلبي روح قلبي الماما، يا حبيبة قلبي يلا نامي يا روحي، حبيبتي حبيبة الماما يلا نامي يا روحي، روح قلبي روح قلب الماما انتي يلا نامي يا روحي. سلطانة بعتذر، بتحبي اخذ السلطانة الصغيرة عنك؟ خليها معي انا حابة نيمها. الله يخليها ويحميها من العين يا سلطانة مريم، ما شاء الله شهيتها مفتوحة وعم تاكل منيح. بس 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 يا روحي بس. رستم راحت أمي؟ ايه راحت يا سلطانة. أكيد اتضايقت كتير من الخبر اللي وصلها. شو راح يصير رستم؟ تعرف ايمت إخواتي رايحين على السنجق؟
انت روحي اذا خلصتي شغلك. هاي المرأة من وين اجت يا سلطانة ومين بعدها؟ ما بعرف بس انا مرتحت لها. فضل عائشة صارت تنام وعم تاكل. انت لا تاكل هم ابدا، امينة مرة معترة وما بينخاف منها. ليش هالسؤال؟ بخاف من اي جارية بتفوت لهون، ومشان ما ضل قلقان عليكي المفروض اعرف كل شي عنها. نحن لازم ناخد احتياطاتنا يا باشا. شاركان وفرديناند أكيد رح يكونوا حذرين، مشان هيك طريق القوارب لازم يكون مأمن. لا تأكلوا هم مولاي، عهود الصلح اللي قطعناها لجماعة البندقية رح تساعدنا ورح تكون سبب لنصر جديد. والأهم من هذا كله إنه أعدائنا الإسبان ما فيهم يفوتوا عمياهنا من دون مساعدة البندقية. مولاي من بعد إذنكم رح نخبر الدول الأطراف، هنن بيتحملوا مسؤولية نجاح خطتنا. إيه أكيد، بعت لهم خبر. مامون أغلو، لطفي باشا عم يقترح أنه صار الوقت المناسب لأبعت الأمراء على السنجق، أعطيني رأيك. الاقتراح بمحله يا مولاي، بالأخص سمو الأمير محمد لازم يروح، عمره صار مناسب لأنه يروح يا مولاي. رئيس خضر أنت شو رأيك؟ مولاي كل يوم عم يمروا الأمراء هون برأيي هو خسارة إلهم. الأمير مصطفى راح لهنيك بالوقت المناسب، يعني اكتسب خبرة مهمة يا مولاي. وروحة كل أمير على السنجق شرط مهم وكتير أساسي لبقاء الدولة العالية. معقول تصدقيها؟ فريال مستحيل تعمل هيك شيء أبدا. أنتي ما بتعرفيها يا أختي، تعمل أكتر من هيك. بسم الله. سلطانة أخيرا اجيت يا باشا. أمور الدولة يا سلطانة، والله أنا ما عم أقدر ارتاح أبدا، بس جبت لكم معي أخبار بتبشر بالخير. مولاي السلطان أخيرا قبل العرض اللي عرضته عليه بخصوص الأمراء. يعني وافق؟ رح يبعت محمد على السنجق؟ في عندي خبر تاني رح يعجبك كتير، الأمراء بيزيد وسليم رح يروحوا مع الأمير محمد. كيف صار هيك؟ متأكد من هالحكي يا باشا؟ متأكد يا سلطانة. مولاي السلطان دقق بكل السناجق يلي رح يلتحق فيها الأمراء الثلاثة سلطانة، وجلالته طلب مني نقدم الاقتراح ونبعته بسرعة مشان يتحضر السنجق بكل التجهيزات اللازمة مشان راحة أمرائنا يا سلطانة. عن جد هالخبر حلو، لازم نفكر أي سنجق أفضل إلنا. هويام بدها تروح مع محمد، مشان هيك لازم نعرف السنجق اللي رح يروحوا عليه، ولازم يكون كتير بعيد يا باشا. بس جلالة السلطان طلب سنجق يكون قريب من هالمنطقة، وإذا كان السنجق بعيد مستحيل إنه يقبل. مولاي وصل رسوله لملك هاسبورغ واسمه كروم لاسكي. خليه يجي. مولاي السلطان سليمان اسمح لي اني وصل لك تحيات الملك فرديناند وتمنياته لجلالتك بالصحة. لطفي باشا سأله ليش اجى لعنا وشو بده منا. بيتعهد الملك فرديناند بدفع الجزية وكل الضرائب للدولة العثمانية العالية بنفس الطريقة اللي كان يدفعها زابوليو، ورح يلتزم بهذا الوعد يا مولاي اذا تنازلته عن بلاد المجر. زابوليو هاد كان والي عندي، إذا فرديناند كمان بيصير من ولاتي وقتها رح وافق على العرض. سلطانة. إيه أمينة خانم، ما عم يشكوا فيكي بنوب ما هيك؟ لا سلطانة لا تاكلي هم، كل الأمور تمام. كتير منيح. طيب عرفتي أي شيء مهم؟ السلطانة هيام دائما عم تجي تزور السلطانة مريم،
ومبارح المساء كانت عم تحكي مع رستم باشا بموضوع. ما سمعت الحكي بالضبط، بس بظن انه كان الحكي عن السنجاق. والسلطانة هيام كانت كتير مزعوجة يا سلطانة. في شي تاني أمينة؟ لا يا سلطانة، أنا بوعدك إذا صار شي رح أجي لهون وخبرك. فتحي عيونك وأدنيكي على طول يا خانم. المفروض أعرف كل شي عم بيصير أول بأول، وكوني حذرة وواعية. يلا يلا بلا ما تضيعي وقتك أمينة، يلا روحي. تحت أمرك يا سلطانة. قدر الجيش الإسلامي لمرتين متواليتين إنه يفتح بلاد المجر، وإذا لزم الأمر يا حضرة الأسياد وكان من مصلحة دولتنا رح نفتحها للمرة الثالثة بإذن الله. مولاي السلطان، بس في اتفاقية وقعناها مع زابوليو بتخص بلاد المجر. ما بيحق لحدا إنه يعمل اتفاقية مع الوالي من غير موافقتي، أو بالأحرى من دون أوامري، ولهذا السبب بتعتبروها ملغات. مولاي، نص الاتفاقية بيقول إنه بتكون فعالة إذا ما كان في وريث، ومثل ما بتعرفوا الملكة إيزابيل في عندها ولد. بس لسه الولد صغير كتير يا باشا، ومستحيل استلم عرش المجر ولد مجهول وما حدا بيعرف مين أبوه الحقيقي. بس أنا الوحيد اللي بقرر مين هو اللي بيقعد أو ما بيقعد على عرش بلاد المجر، وما حدا أبدا بحق له يعترض على قراراتي. إذا كان فيرديناند جريء لهي الدرجة بدل ما يبعث لي رسول لعند حضرتي، كان تجرأ وراح واحتل بودين. بس إذا بقي هربان بهي الطريقة وعم يستناني مشان أعطف عليه، فهي مانا جرأة أبدا. وصل شي خبر من الشاويش اللي بعتناه على بودين يا رستم؟ ما وصل شي يا مولاي، بس أنا بتوقع أنه خلال فترة قصيرة رح توصلنا أخبار كاملة ورح نعرف يلي بدنا إياه. نيح لطفي باشا، الظاهر أنه المجر مقبلة على فوضى. حضروا كل التجهيزات اللازمة مشان أي حملة مستعجلة. أوامركم مطاعة مولاي. سمو الأمير. أمور مولاي السلطان. أنا وأنت رح نتمشى برا، ولطفي باشا رح يجي معنا كمان. هذا بيشرفني يا مولاي. وقت بيتحسن الطقس رح نلاقي الوقت المناسب ونطلع سوا على الصيد، ورح ناخد سليم وبيازيد. مثل ما بتأمر مولاي السلطان. لطفي باشا، صار معك شي بخصوص الموضوع يلي حكينا فيه أنا وإنت من فترة؟ اي طبعا يا مولاي، رح أجي لعند جلالتكم لأقدم لكم الاقتراحات. منيح. وبرأيك يا باشا، نحن لازم نبعث محمد على أي سنجق؟ سنجق مولاي؟ مولاي إذا بتشوفوا هذا الشي مناسب، أنا بقترح سنجق أماسيا ليروح عليه سمو الأمير محمد. وهذا السنجق مهم كتير بسبب قربه من البحر الأسود ومن الحدود الشرقية لدولتنا. قلت لي أماسيا؟ طيب أي سنجق بتقترح لسليم وبيازيد؟ بالنسبة لأميرنا سليم بيقترح له سنجق قونيا، وبالنسبة لأميرنا بيازيد بيقترح له كوتاهيا يا مولاي. أماسيا، قونيا، وكوتاهيا. موافق يا باشا، فيك تبدأ بالتحضيرات اللازمة. بأمر جلالتك يا مولاي. مولاي، إذا بتعطوني كنوز الدنيا ما بكون فرحان لهي الدرجة. بوعدك إني رح كون عند حسن ظنكم يا مولاي. وما عندي شك بنوب، أنا كان لازم أبعتك على السنجق من زمان، بس أنت صبرت كتير يا محمد، طورت قدراتك وحضرت حالك لهي اللحظة. على طول بحب شوفك هيك يا ابني. أنا كنت عم بحلم كون ولد بليق بجلالتكن وعظمتكن يا مولاي. سلطانة، مولاي السلطان أخيرا تفضل علينا وعطانا الموافقة على السنجق اللي رح يروح عليه الأمير محمد. سمو الأمير محمد رح يكون مسؤول عن أماسيا بإذن الله. صار فيني نام وأنا مرتاحة أخيرا، وهيام ما عاد حتشوف الراحة بنوب. نحن لازم نوصل هالخبر لحضرة سمو الأمير مصطفى، لأنه أكيد رح ينبسط كرمال أخو كتير. أي طبعا، وهي لكنا خلصنا من وجود هيام وشرة. والله بصراحة يا سلطانة، أنا ماني حاطط ولا احتمال واحد إنها تروح. أنا متأكد إنها رح تساوي أي شي لحتى تبقى. المهم إنه البواب انفتحت،
رح نعمل جهدنا لحتى تروح مع الأمير، بس المشاكل ما بتوقف هون وبس. لا تنسى وجود رستم. عموما لا تخاف، عندي مخططات من شانه كمان. خلي عيونك على محمد وانتبه له، ما بدي حدا يكون قريب منه بنوب، لا لطفي باشا ولا السلطانة شهرزاد. سلطانة، والله رستم باشا في معه حق، نحن ما بقى فينا نتمسك بأمرائنا لأكتر من هيك وقت. هاد مو شغلك إذا معه حق أو ما معه يا سمبل، المهم تلاقي لي حل. محمد. سلطانة. حبيب قلبي سمو الأمير، على فكرة من شوي كنا بسيرتك. أنا بتوقع أنك سمعتي بآخر الأخبار، قرر السلطان أخيراً أنه يعيني على سنجق أماسيا، ومو بس عيني إلي، كمان بده يعين إخواتي بسناجق تانية. حلو كتير، ولوين رح يروحوا إخواتك؟ سليم على قونيا، وبيازيد رايح على سنجق كوتاهيا يا مولاتي، يمكن روحتنا تكون بأول الصيف. ألف مبروك يا سمو الأمير. مولاتي لا تزعلي، لأنه كمان أنت رح تجي معي، إلا إذا كنتي حابة أنك تروحي مع حدا من إخواتي سلطانة. هون السلطانة مريم؟ إيه هي بجناحة، بتحبي روح خبرها عن زيارتكم؟ ما في لزوم. ادخل. نورهان المساء رح تجي امي ورح نتعشى سوا، ويمكن مولانا يجي يكونوا مستعدين. لا تاكلي هم بنوب يا سلطانه، بدي اياكي تهتمي بجناح السلطانه، لانه بدي اياها تبقى هون الليله. خير فيكي شي سلطانه؟ ساوي اللي قلت لك عليه. سلطانة، رستم باشا بالقصر؟ لا مو هون سلطانة، رح خبر السلطانة بتشريف حضرتكم. تفضل سلطانة. سلطانة، أهلا وسهلا. أهلين فيكي يا مريم. شو هالأم الأمورة هاي؟ مو معقول شو صايرة حلوة. سلطانة كيفك؟ منشكر الله ومنحمده، الحمد لله على سلامتك. تعرفي ما صار لنا نشوفك بعد ولادتك، فحبينا نجي نشوفك ونشوف البنت. تفضلوا ارتاحوا. نورهان؟ روحي خبري أمينة خانم، خليها بس تفيق عائشة تجيبها. سلطانة. رستم باشا. من شوي سمعت بالخبر وما كنت متوقع بنوب، السلطانة شهرزاد عملت يلي بدها إياه. رستم قرار التعيين لهلأ ما صدر، بعدين حتى لو صدر مو مهم، من هون للمسا يخلق الله ما لا تعلمون يا باشا. سلطان مستحيل يتراجع. ممكن يكون مولانا السلطان أخذ القرار، بس ما في شي بيقول إنه رح يطبقه بحرفيته، مو هيك؟
بظن انه في شي براسك يا سلطانة. انا إلي يومين عم فكر بهذا الموضوع. طالما انحسمت طلعة محمد من القصر وما حدا منا بيقدر يمنع هالروحة، معناها لازم يروح على السنجق يلي نحنا بدنا اياه. أماس يا سنجق كتير مهم قياسا بالسناجق التانية يا سلطانة، حتى هي الأفضل من بين الكل. رستم بدي اياك تفهم شغلة، ابني الأمير محمد رح يروح على منيسة مو على أماسيا، يعني على سنجق العرش. بس سمو الأمير مصطفى من سنين هنيك، كيف بدها تزبط؟ هالموضوع أنت يلي رح تزبطه. أنا عملت كل شي بدك إياه. أنا زوجتك مريم مثل ما طلبت، وهلأ إجا الوقت إنك تساوي يلي بدي إياه. ما بعرف شو ممكن تعمل، بس محمد لازم يروح على منيسة. الله يحميها ويخليها يا مريم، طالعة حلوة كتير مثل أمها. هذا من ذوقك سلطانة. مريم، رستم باشا عم يتعامل معك منيح؟ يعني كيف العلاقة بيناتكن؟ هو عم يزعجك شي؟ لا سلطانة، بالعكس رستم ما في منه. شفتك مو مرتاحة كتير ولهيك سألت. بجوز لأني تعبت بعد الولادة وفي أيام ما كنت نام بنوم، بس الحمد لله من يوم ما أجت أمينة خانم بلشت ارتاح. لكن السلطانة شهرزاد والسلطانة خديجة اجوا لعندك؟ شو سبب هالزيارة؟ اجوا ليشوفوا عائشة واتطمنوا علي كمان، بس ما طولوا كتير بزيارتهم. اوعك تنخدعي بوجوههم الملائكية ولا تفتحي لهم قلبك وتحكي لهم اسرارك، خليكي حذرة. ليش مولاي ما اجا معك؟ ابوكي هلا كتير مشغول بموضوع سناجق اخواتك. كمان حابين يبعتوني لهنيك يا مريم، أصلاً هاد هدفهم. الله وحده بيعلم شو ممكن يصير معي. من 20 سنة ما قدروا يعملوا لك شي، وأكيد هلأ ما رح يطلع بإيدهم. إن شاء الله يا مريم، إن شاء الله. لازم روح تأخرت. أمي، ممكن تبقي عندي هاي الليلة؟ وبكرة الصبح منروح على القصر، كتير اشتقت لبابا. أنا كمان حابة أشوف أخواتي. مريم شبكي؟ أنا كل ما صحت لي فرصة عم إجي وزورك. بصراحة أنا هون حاسة حالي وحيدة. حبيبتي مريم، يا روح قلبي أنتي مو لحالك أبداً. أنتي صار في عندك بيت وفي عندك زوج كمان، زوج بيحبك وبيخاف عليكي مثل روحه، وأنا بكل وقت جنبك. بجوز لأني ما عم نام. يمكن تكون تعبت أعصابي شوي، بس أنا منيحة. سلطانة، في جواتي إحساس سيء يا مرجان، إن شاء الله ما يصير شيء مو منيح. أنت كيف بتوثقي في ريال خانم يا سلطانة؟ إلا سنتين غايبة والله وحده بيعرف شو عملت. بس ما تقوم في ريال تأذيها لبنت السلطانة مريم. أنا نبهتها وفهمتها، هي رح تاخد روحها لرستم وبس. أساساً هي مهمتها مو بنت مريم. السلطانة هيام ما رجعت على القصر، قال هي الليلة رح تنام عندهم.